السكر العالي ما يخوفش قوي، لكن السكر الواطي ممكن يودي بحياة المريض. واضحة؟ من نعمة ربنا علينا ان السكر الواطي احسن واحد يشخصه العيان، العيان نفسه هو اللي شخص سكر واطي، بيعرق بيجوع بيترعش يحس برغبة داخلية، فبياخد حاجة حلوة في الحال. فاحنا ننبه على ابنك، ودي حاجة مهمة جدا، السكر العالي عندي وقت اصلحه فيه قبل ما هو حتى يشتكي، قبل ما يعمل غيبوبة، قبل اي حاجة. لكن السكر الواطي خطير جدا جدا جدا. ليه؟ اكثر الاعضاء في الجسم استهلاكا للجلوكوز المخ، اكثر الاعضاء استهلاكا للجلوكوز هو المخ، والمخ عايز جلوكوز عالي جدا، فلو وطي مش هيشتغل، مش هيشتغل يعني غيبوبة، غيبوبة يعني لو طولت هتبقى مشكلة. فنخلي بالنا من السكر الواطي، مش بقول ما ناخدش بالنا من السكر العالي، من الاتنين، بس السكر الواطي خطير. واضح؟